رجعنا مرة تانية من الفاصل وعندنا كلام كتير عن بطولة افريقيا للأندية أبطال الدوري اللي بتقام في الكونغو بمشاركة فرق رجال وسيدات الأهلي. هنحلل مشوار الأهلي والاستعداد للمباراة المقبلة مع كابتننا الكابتن سامح لبيب نجم الأهلي السابق لكرة اليد. كابتن سامح برحب بحضرتك، برحب بيك انا ونهواندو، ومشرفنا في 10 الصبح في الاهلي. اهلا بيك، اهلا بيك كابتن. اهلا بحضرتك لمكانك طبعا، يعني حضرتك من ابناء النادي الاهلي ونجم سابق طبعا في هذه الرياضه اللي مؤخرا عامله طفره كبيره جدا، والمشرفانه سواء على منتخب على مستوى النادي الاهلي او على المنتخب، ففي تطوير حاصل. خلينا نبدا من هنا ونقارن شويه الاداء بدايه بزمان من جيل حضرتك بالكره حاليا في كره اليد. هو دلوقتي يعني نقدر نقول ان النادي الاهلي مش على صعيد الكوره بس، على صعيد جميع الالعاب، صحيح ان ابتدى يحط الفرق على التراك الصحيح، بحيث ان احنا جايبين مدرب من احسن 4-5 مدربين في العالم بالظبط اللي هو ديفيد، فابتدى يطور في الاداء وابتدى يطور في مستوى اللعيبه، وبالتالي نفس القصه ماشي مع سيستم واحد، لان هم مدرب منتخب اسباني وده اسباني، فماشيين كلهم في نهج واحد ومطلعين لعيبه كويسه لمنتخب مصر. والسنه دي النادي الاهلي بيطور في مستوى لعيبته سواء السيدات او الرجال، ان هو خلاص بيبتدي يفكر نلعب على بطوله. احنا كنا زمان فرق السيدات بالذات احنا كنا بنلعب خامس سادس، السنه اللي فاتت البطوله اللي قبل كده احنا واخدين ثالث، السنه دي ان شاء الله هنلعب على الفاينل باذن الله. شايف فكره التدعيمات اللي الاهلي بيعملها في فرق الالعاب الصالات والدور الكبير للكابتن خالد العوضي، يعني عامل طفره، يعني دعم لا محدود طبعا من مجلس اداره النادي الاهلي ممثل في الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، بنشوفه واقع على ارض الملعب مش في كره اليد بس، في كافه العاب الصالات. ازاي يا كابتن سامح؟ بص يا كابتن فاروق، النادي الاهلي حاطط سياسه السنه دي ان انا عايز اطلع من الاجيال اللي تحت، يعني انا عشان ماسك انا مدير قطاع الناشئات، فانا بجيب لعيبه مثلا تحت 2008 2010 2004، بجيب اللعيبه، احنا كنا زمان بنجيب لعيبه عشان تفيد لي الفرقه، لا احنا دلوقتي السيستم ماشي طبعا لو حطه كابتن خالد وكابتن ياسر لبيب، ان احنا بنحط نجيب اللعيب اللي هيفيدني في الدرجه الاولى بالزبط. المقاييس بتاعته اللي هينفع اللعيب، مش مهم فرقتي دلوقتي، على المدى الطويل اللعيب ده هيفيدني في الدرجه الاولى ولا لا. فدي سياسه السنه دي ماشيين عليها ومطبقينها، ومعانا طبعا الكابتن احمد سالم رئيس قطاع الناشئين والناشئات، فدي مطبقين السنه دي السياسه ديت، ودي اللي هتفيد النادي الاهلي بعد كده، ان انا مش هشتري لعيبه من بره. دي نقطة كويسة جدا. واللي عجبني كمان انه الناس اتكلمت كتير عن مركز حراسة المرمى سواء في رجال او سيدات، برضو عامل قوة واساسي طبعا، سواء بنتكلم عن اليد او اي الرياضات اللي هي الجماعية اللي بيبقى محتاجة جول كيبر، لا انت عندك تطوير كمان سواء على مستوى الرجال او السيدات، ده راجع لايه برضو كابتن سامح؟ ده راجع ان احنا عندنا برضو اللي هقوله لك من قطاع الناشئين تحت، انا عندي 2006 عندي جول الحارس المرمى بتاع 2006 اللي هي جهاد وائل، دي جهاد بتلعب منتخب 2004 اساسي وبتلعب منتخب 2006، والسنه دي ان شاء الله ربنا يكرم وتصعد مع الدرجه الاولى. فرح الشاذلي اللي احنا جايبينها من نادي الشمس، دي تعتبر من احسن اجوان في مصر، عامله طفره السنه دي. وجود سحر مع وجود فرح مع منا ومع جهاد هتدي خبره طبعا، الاجيال هتبقى متصاعده بعد كده. مين اللي بيدرب برضو حراسه المرمى تحديدا؟ عندنا كابتن صلاح بيدرب في الدرجه الاولى، وعندنا كابتن ندى بيتدرب في قطاع الناشئين. يعني برضو كابتن ندى ليها برضو، كابتن ندى جون منتخب مصر وجون النادي الاهلي، فليها خبره كبيره، فليها خبره كبيره، فبتفيد في الاجيال اللي تحت. حلو. كابتن سامح، شفت ازاي مباراه الاهلي بالامس امام فريق ام بي سي الكونغولي اللي انتهت ب 37-24 لفريق النادي الاهلي، وكانت مباراه وجيم كويس جدا، شفت ايه الايجابيات والسلبيات في هذه المباراه؟ هو انا شايف ان فريق الاهلي، هنتكلم الاول على فرقه الرجال يعني ماشيه بخطى كويسه، وان شاء الله هتوصل للنهائي، والموضوع بالنسبه للرجال ان شاء الله مش هيبقى فيه صعوبه. بالنسبه للسيدات احنا عندنا فرقتين اللي هي بترو اتلتيكو الانجولي واول اغسطس الانجولي، دول من ساعه ما اتعملت البطوله دول ابطال افريقيا، يعني اول اغسطس واخدها 7 وبترو واخدها 2 اللي هم 9 بطولات اللي اتلعبوا بتوع افريقيا كلهم، فدول الفرقتين الجامدين في افريقيا كلها. فاحنا معانا اول اغسطس في المجموعه، لو ربنا كرم وعرفنا نخبط اول اغسطس يعني، بس ده موضوع انا عارف ان ده موضوع صعب شويه، هنروح للناحيه الثانيه لبترو اتلتيكو، نقدر بقى بترو اتلتيكو ده ماتشنا في الملعب، لو ان شاء الله كسبنا بترو اتلتيكو يبقى احنا ان شاء الله في النهائي، وماشيين الحمد لله مدعمين كويس، يعني احنا معانا لعيبه من افريقيا من اول اغسطس جايبينها من انجولا، فان شاء الله دي هتدي اضافه ليها، زائد فرح الشاذلي زائد بقيه اللعيبه طبعا، والكابتن محمد عادل مطور في مستوى اللعيبه في مستوى عالي، فان شاء الله السنه دي يعملوا حاجه كويسه باذن الله. عندك قرعه
السوبر جلوب وكاس العالم للانديه، والقرعه بتاعتنا حطتنا برضو مع منافسين شداد جدا منهم برشلونه. فالناس منتظره المباراه وفي توقعات من دلوقتي والحديث هل احنا نقدر ولا لا. خلينا نطمن من حضرتك يا كابتن سامح. بصي حضرتك، احنا اصلا يعني طبعا برشلونه دي فرقه من فرق الابطال عالم، فاحنا بنتحط على التراك. هم البطوله اللي فاتت لعبوا فرق تقيله من فرنسا، اللي هي البطوله كانت في البوسنه وصربيا، لعبوا فرق تقيله. الراجل ماشي الحمد لله بخطى كويسه وعارف هو بيعمل ايه عشان يوصل لايه. فان شاء الله الناس هتتفاجئ في بطوله كاس العالم دي بفرقه هتبقى منافسه باذن الله. يعني ان شاء الله ده وعد. ان شاء الله ان شاء الله. يعني الاستعدادات من دلوقتي لبطوله كاس العالم بنتكلم على اعلى مستوى. هو مستعد من 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 شهرين. البطوله اللي هو عاملها دي هو مش عاملها عشان بطوله افريقيا او بطوله الدوري، عاملها عشان بطوله كاس العالم. كويس جدا كويس جدا. كابتن سامح، شايف عمليه مزج الاعمار بما عندك السن الصغير والسن الكبير وخلاص انت عملت توليفه ما بين مختلف الاعمار، هل ديفيز قدر يحط ايده على نقاط القوه والضعف في النادي الاهلي بشكل سريع؟ بص في رأيي هو ديفيز عنده ميزه ان هو دايما بيبص على الفرق الناشئين، فدايما دي نقطة مهمة جدا. بياخد العناصر. طبعا دي نقطه مهمه ودي اللي بتفيد النادي الاهلي زي ما قلت قبل كده على الـ على الـ على اللونج ران. فبيطلع من هنا مع من السن الصغير بتحطه في مع شغل الدرجه الاولى، فبحيث ان انت بتلاقي اربع خمس لعيبه من تحت لما بيخشوا في السيستم يبقى كله ماشي بسيستم واحد. شلت ده من هنا حطيت ده هنا، نفس القصه اللي معموله في الكوره. يعني انا عندي 12 13 لعيب، ده مكان ده مكان ده، كل واحد عارف السيستم اللي هو شغال فيه. ما عندوش اللعيب المميز، يعني ما عندوش لعيب، عنده سيستم شغال كل اللعيبه شغال عليه. بس برضو يعني نقطه استكمال نقطه فاروق، انا ممكن احط سيستم بس تطبيقه ما يبقاش بالشكل اللي انا شايفه، لكن التطبيق اكثر من رائع. تحس فيه تناغم، يعني احنا بنشوف كنا التناغم في الفريق الاول كره القدم او ما نشوفوش، لكن كمان لما اشوفه ما بين الفرق بتاعتي المختلفه والرياضات المختلفه والعاب الصالات تحديدا، انا شفتها في كره اليد، يعني في تناغم قوي، في فهم للتاكتيك بتاعت المدير الفني، برضو ما تحسش بغيابات، ودي نقطة برضو كويسة جدا. سكواد قوي سواء على مستوى الرجال أو السيدات، وده بالتالي إدى ثقة وإدى متابعة أكبر كمان لكرة اليد على مستوى النادي الأهلي والمنتخبات. فلا دي حاجة أو توليفة مش سهلة برضو كابتن سامح. يعني ما هي دي اللي أنا قلت أنا واندي، هو بيحط نظام لعب أو طريقة لعب. ديفيز اتعرض عليه لعيبه تقال في الدوري المصري، دي حقيقه، قال لك دول مش هيخشوا معايا في النظام، مش هينفعوا معايا في السيستم بتاعي. اللعيبه كلها يعني ما تلاقيش لعيب مميز في النادي الاهلي، مش هقول لعيب ده ستار، مش احمد الاحمر مثلا، لكن كل اللعيبه داخله في السيستم، وكل اللعيبه مقديه، وكل اللعيبه بتادي اللي هو عايزه المدرب. هو ده اللي هو عايزه، هو مش عايز لعيب نجم اللي هو هيشتغل واحد على واحد لوحده، مش عايز لعيب ستار لوحده، لا انا عايز مجموعه تشتغل مع بعض، هي المجموعه تبقى اللي هي الستار. هو الجيل بتاع احمد الاحمر طبعا لاعب الزمالك طبعا الاكثر من رائع على كره اليد، كان وقتها الجيل بتاعه تحديدا فيه اكثر من لاعب كمان اقوياء، يعني هو فريق بس كان فيه كذا نجم فيه، منهم طبعا احمد الاحمر كان برضو جيل قوي جدا. طبعا معظمهم دلوقتي مش متواجدين مع المنتخب، لكن اكيد بنامل يكون في نماذج زي دي في المستقبل، ده مهم جدا وتحديدا لو هنتكلم عندنا من النادي الاهلي. هو ان شاء الله عندنا جيل طالع هيبقى مستقبل باذن الله. عندنا خمس ست لعيبه في العناصر الاساسيه في منتخب مصر. وبرضه عشان ما نبخس حق قصه، انا مش قصدي على احمد الاحمر، لا لا لا، على فكره ده على فكره هو الحق يقال احمد الاحمر من اللعيبه التقال جدا في كره اليد طبعا. طبعا يعني من الاساطير. لا من الاساطير، وكان معاه بقى الدرع وكان معاه قداح، وكانت هي الفرقه بتاعت الزمالك كانت فرقه بصراحه طبعاً. كان الايام اللي فاتت كانت ايامها يعني. لكن الايام اللي جايه ان شاء الله هتبقى اجيال النادي الاهلي، والميزه ان الاعمار كلها صغيره، اعمار السن الصغير بتاع النادي الاهلي كله، فهيدي المستقبل قدام باذن الله. عايز اروح للكابتن محمد عادل مدير الفني لفريق السيدات، شايف مشواره مع الفريق ازاي وتقييمك للفريق السنه دي ازاي يا كابتن سامح؟ بص يا كابتن فاروق، هو محمد عادل هو انا عارف ان هو حبيبك على المستوى الشخصي. كان في اخفاقات قبل كده كده مش هيبقى حبيبك بقى. لا قبل ما هو يمسك انا كده حبيبك. اوكي رجعنا قبل ما يمسك. فهو محمد عادل طبعا ما مسكش بنات قبل كده، طول عمره كان ماسك فرق تعامل مختلف طبعا. طبعا تعامل مختلف، كانت الاول الموسم اللي فات بالنسبه له ابتدى يحط ايده بقى على نقط الضعف ونقط القوه في الفرقه، ابتدى يبقى في انسجام ما بين اللعيبه، الكيمياء ما بينه وبين الفرقه ابتدت تتظبط. السنه اللي فاتت خد الحمد لله كل البطولات، السنه دي ماشي بخطى كويسه. النادي الاهلي مش مأخر له حاجه، هو اللي بيطلبه محمد عادل، خالد العوضي والنادي الاهلي بينفذوا القصه. طبعا الناس كلها واقفه جنبه بحيث ان السنه يعمل نتيجه كويسه في بطوله افريقيا. فانا شايف السنه دي ان لا هتبقى في طفره كويسه في البنات باذن الله.
هو ليه دايما فعلا بنسمع البنات لهم معاملة مختلفة؟ يعني دي ايه سببها؟ لان انا بشوف ان في الاول وفي الاخر وده في الرياضات كمان الفردية على المستوى الفردي البنات صحيح. عاملين نجاح يمكن عدوا كمان في نتائج الرجال، فايه النقطة او ايه القصة يعني بتاعت ان البنات بيبقوا اصعب كمان؟ مش في الرياضة بس، ماشي يا فاروق يعني ده هنتكلم فيه بعدين، بس هي مشكلة عندنا احنا هنا بره البنات بيتعاملوا زي البنات الولاد في طرق تدريباتهم في كل، احنا هنا مشكلتنا بنتعامل في التدريب، لكن الناحية التعاملية لا، في سنه شويه البنات حساسه اكتر. أيوة يعني لازم ليها طريقه معينه، يعني اعرف اشد امتى واعرف اطبطب امتى واعرف دي بتبص، لا دي بالزعيق، ده بالشط. يعني كمان كل واحده على شخصيتها. كل واحده ليها تعامل مختلف. هي دي مشكله التعامل مع البنات، الولاد كلها سيستم واحد بتمشيه اسهل لكن البنات لا، كل واحده ليها شخصيه مختلفه. صح بيتفق فيها. فرق اليد رجال وسيدات، ايه اللي شايفه اختلف السنه دي عن الموسم الماضي يا كابتن سامح؟ حضرتك في مكان بنقول بتشتغل على، انا عجبتني كلمه مهمه جدا، ان احنا بنبص للاعب اللي ينفع في الفريق الاول مش اللي ينفع في المرحله السنيه، فالنجاح بيبدا من القاعده. ايه اللي شايفه اختلف في الفرق الرجال والسيدات من السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ بص يا فاروق، السنه دي حاطين سيستم يعني مختلف شويه عن السنه اللي فاتت، ان اولا جايبين مدربين على اعلى مستوى، يعني الحمد لله النادي موفر لنا الحته دي، ان احنا السنه اللي فاتت كنا جايبين مدربين كانت البادجت بتاعتهم مختلفه شويه، السنه دي النادي علّى موضوع البادجت ده، فابتدينا نعرف نجيب مدربين كويسين للقطاع اللي تحت، كان الاول القطاع اللي يجي على مدرب القطاع اللي تحت لا البادجت بتاعه قليل فما بيقدرش يجي، السنه دي جايبين مدربين كويسين مطورين جدا في الاداء اللي تحت، حاطين عينينا على لعيبه مميزه بنبتدي ناخدهم كمجموعه، هنبتدي نشتغل، احنا حاطين السنه دي تايتل مختلف شويه اللي هو تايتل اعداد الموهوبين، في اتنين مدربين جايبين واحد للولاد وواحد للبنات عشان ياخد الحاجات الخاصه، بدل ما اللعيبه بتشتغل مع المجموعه احنا شايفين ده ناقصه حاجه في التكنيك بتاعه في التكتيك في الحاجات دي كلها في المهاره، فبنجيب المدرب دوت بيشتغل معاه على الحتت الناقصه فيه عشان يطور منه، عشان احنا شايفين اللعيب ده هيفيدني في الدرجه الاولى، فاحنا بنفضل متابعينه ومركزين معاه وبنشتغل معاه عشان يفيدني في الدرجه الاولى قدام. نهواند اعتقد سياسه مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي لما كنا بنتكلم على الفريق الاول لكره القدم وجود مطور للاداء طبعا بيشتغل على نواقص اللاعبين، يعني احنا كنا بنتكلم فيها كابتن سامح مع نهواند ان الفريق الاول لكره القدم مستر كارلوس الارجنتيني اللي انضم للجهاز بيشتغل على اللعيب اللي بيلعب بالقدم اليوم ده، بيشتغل ما يلعب بالقدم اليسرى، اللعيب اللي عنده مهاره ضربات الراس بيشتغل معاه ان هو يجيد هذا الامر، فاعتقد هي السياسه متبعه داخل النادي الاهلي. ما هو ده اللي انا قلت عليه في الاول، ان السياسه السنه دي مختلفه، ان احنا خلاص احنا في كل الالعاب عايزين نطور، وعايزين نطور عشان نوصل لمرحله اللعيب ما يوصل للدرجه الاولى لا يبقى اللعيب ده بتاعي متربي عندي وانا مطلعه بالسيستم اللي انا عايزه يخدمني في الدرجه الاولى فوق، فدي السنه دي السياسه دي متبعه في كل الالعاب الجماعيه. طب فكره هنا برضو النقطه اللي هي مش موجوده زمان بشكل كبير طبعا وهي الاحتراف، هتلاقي دايما لما كنت تسأل من كام سنه كده او من فتره قصيره اي لاعب في اي رياضه يقول لك انا اكيد نفسي احترف واخد خبرات، بعد كده رجعت مره تانية، بيبقى حاجه كويسه للنادي في بعض الاحيان وبتبقى حاجه طبعا كويسه برضو للاعب لمستقبله. هل بتشوف احنا محتاجين نطلع لعيبه، هنا بتكلم على مستوى المنتخب، محتاجه اطلع لعيبه تاخد الخبره برضو الاحترافيه في الخارج وبعد كده تيجي تفيدني في المنتخب، ولا الموضوع اصبح ممكن يحقق داخل النوادي المختلفه ومنها تحديدا النادي الاهلي انك تكتسب الخبره حتى لو انت سافرتش، بس الفكر الاحترافي والستايل والتمرين وغيره من خلال استقطاب بعض الخبرات في الاداره الفنيه؟ هو النادي الاهلي بيحط اللعيب على الاول الطريق، لكن طبعا اللعيبه لما تطلع بره اوروبا نظام المعيشه ونظام اللعب ونظام التدريب مختلف، احنا هنبص مثلا لعلي زين، هنبص للدرع، هنبص للقداح، هنبص لممدوح هاشم سند، لا اللعيبه دي مختلفه عن الكواليتي المصري، فاهم ازاي؟ احنا كنادي اهلي لا، انا بحط اللعيب على اول خط، لو جاله عقد النادي الاهلي ما بيرفضش، بيقف جنب اللعيب. والسياسه اللي احنا متابعينها برضو زي بقى نظام الكوره، ان احنا اللعيب اللي شايفينه صغير وعنده موهبه بنطلعه اعاره للعب، يعني مثلا لعيب مثلا 2006 2004 بنطلعه اعاره يلعب درجه اولى في النوادي ويرجع لنا مره ثانيه، ويرجع لنا بعد كده مره ثانيه. صحيح، وده مهم اعتقد جدا. طبعا دي طبعا من اللحظات الحلوه كانت التكريم، اللحظات الحلوه كانت كتير معانا السنه اللي فاتت. دي حقيقه، والله الواحد عارف تعب من عد حقيقي كان موسم اكثر من رائع، وده يرجع برده ان انت عندك يعني منظومه اداريه رائعه، اصل الواحد لما بيطلع يقول حاجه يا جماعه لازم تكون بيزد على واقع، يا اما هنضحك عليه
علينا الناس، يعني انا ممكن اقول انا احسن حاجه في الدنيا، بس لو ما عنديش واقع ملموس يبقى انا بهزر. النادي الاهلي بجد الموسم اللي فات تحديدا واللي قبله بالمناسبه، بس اللي فات تحديدا انت شايف تالق رائع جدا في العاب الصالات وفي مستوى اللاعبين وفي الخبرات الموجوده وفي الانتقاء للصفقات حتى المديرين الفنيين، وفي النتائج ده طبعا انعكس. الاستقرار الاداري اللي موجود سواء على مستوى مجلس الاداره او حتى الادارات الفنيه المختلفه للفرق المختلفه رجال وسيدات والرياضات المختلفه ملحوظ، وبالتالي اتى برضو ثماره. كابتن خالد العوضي احنا بنتكلم عن هذا الرجل يعني بشكل مستمر، لكن الحق يقال لازم ياخد الكريدت بتاعه. ما انا لو ما عنديش برضو حد في هذا المنصب بيحقق لي الاستقرار وبيحقق لي الدعم اللي انا بحتاجه وبيسد لي النواقص، انا مش هحقق حاجه على الارض. يعني هي كلها حاجات كلها منظومه مرتبطه ببعض. بالظبط مرتبطه ببعض. طبعا خالد العوضي انا مش يعني مش شهادتي فيه مجروحه طبعا، لكن خالد العوضي بصراحه يعني راجل بيقعد في النادي لغايه الساعه 3 والساعه 4 الصبح، هو يعني دؤوب. ودايما يعني خالد العوضي مع ياسر مثلا بيتكلم على الهاندبول، انت اللعيب مثلا في 2010 2011 شايفين لعيب مميز، انت قول لي اللعيب مميز ايه من بدايه قبل ما نبتدي الموسم. يبتدي خالد بيشتغل عليه وياسر بيشتغل عليه ان هو يجيب لك اللعيب المميز اللي انت بتطلبه. يعني اي حاجه بيطلبوها المدربين او احنا كمديرين قطاعات شايفين لعيبه مميزه في حتت معينه وعايزينها، اي ادوات عايزينها، كل حاجه مسهلها بصراحه عشان تدي نتائج بعد كده قدام. وده مهم جدا. انا بصراحه ما سمعتش حد من اللعيبه عندنا استضفناهم طبعا او حتى في النادي لما بنتكلم قال لك في مشكله او في حاجه كانت محتاجينها وكابتن خالد مثلا قصر، او يعني ما سمعتش اي حاجه سلبيه بصراحه عن كابتن خالد. ففعلا بيبص يعني للمشكله قبل ما تحصل. صحيح ده نموذج رائع لحدوث المشكله. لا هو بصراحه يعني ربنا يكرمه يعني ان شاء الله، وعامل نتائج كويسه ويكمل على كده باذن الله ان شاء الله. النهاوند يعني اضافه لكلامك اللي انت تطرقت نقطه مهمه جدا، الاستقرار الاداري. اتكلم نقطه مهمه جدا، لما كنا بنتكلم في بدايه الموسم على الرعاه بتاعه النادي الاهلي والرعايه، تيشيرت النادي الاهلي وقميص النادي الاهلي، الامر ده ما بيجيش من فراغ. يعني ان انا اجي اكون احد رعاه النادي الاهلي، انت براند الجميع بيستهدف النادي الاهلي. الرعاه او البراند ده لحظه زي دي او لقطه زي دي بيبقى ليها ثمن. معلش انا برضه مش عايز حد يبقى يزعل مني، انا النادي الاهلي يعني انا طب ما يزعلوا بقى 30 سنه في النادي الاهلي. لا انت اي حته بتروحها النادي الاهلي وضع مختلف في اي حته، يعني في اي فنادق انت بتروح الاستقبال بتاعك، اي فرقه بتروح لها الاستقبال بتاعك، لا القصه بتبقى مختلفه. يعني انا اشتغلت في النادي الاهلي كتير واشتغلت بره كتير، لا القصه في النادي الاهلي يعني وضع تاني. صحيح. حتى الناس اللي لما تيجي بره تشتغل في النادي الاهلي بتحس تخش جوه السيستم، لا السيستم مختلف عن اي حته تانيه. كبرى الشركات الحمد لله كمان العالميه بتسعى ان هي يكون اللوجو بتاعها على تيشرت النادي الاهلي، وان دل على شيء ده يدل على نجاح المنظومه مش بس حاليا، لا طبعا على مدار السنوات السابقه. ولكن حضراتكم برضو لو شايفين احنا عايزين مكان نلاقي لوجو جديد بصراحه يعني ما شاء الله. ولسه على فكره بالظبط، ولسه مش يمكن نسمع كمان عن شركات تانية في الفترات اللي جايه. نأمل كل الخير طبعا للنادي بتاعنا. مشكورك جدا كابتن سامح، ومزيد اكيد من التألق بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. شكرا ليك، وشكرا ليك يا فاروق نورتنا. أنا كنت مبسوط إن والله يعني حلقة رائعة فعلا. بشكر حضراتكم على متابعتنا، ونشوفكم بكرة إن شاء الله حلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي. مع السلامة.